تعالي بطل بطل بطل. ها ماما قولي بكره شنو تقولي؟ عيشه. السلام عليكم، اهلا وسهلا. اول شيء لازم اقول لكم اياه شكرا انكم اخترتوا تدشون في زحمه اللايفات. شكرا ان اخترتوا اللايف مالنا الليله. انا دعايت ما هي اي بي سي، لا بس هذا اللي موجود. انزين اليوم ان شاء الله ضيفنا زميل اللي راح نتعلم منه ان شاء الله وايد. موضوعنا يخص المشاريع الصغيره، يخص تقريبا ما ابي اخصصه حق شريحه معينه، وايد ناس عندهم اسئله تتعلق في النقاط اللي راح نذكرها اليوم. يعني حتى اللي عنده مشروع صغير او عنده فكره انه يبي يسوي مشروع، فان شاء الله اليوم راح نجاوب على اغلب الاسئله اللي طرحتوها. ضيفنا اليوم الدكتور سعود اسعد الثاجب، زميل في كليه العلوم الاداريه في جامعه الكويت، ومدرسه الامانه مدرسه انا اتعلم منها ولا زال الجميع يتعلم منها. ناطرين دكتورنا العزيز يدخل، نسوي له ريكوست. سعود ما دخل، بس كهو انزين. السلام عليكم. كم السلام. اهلا وسهلا دكتورنا، شلونك؟ الله وبركاته. يا هلا يا هلا، عساك بخير. هلا فيك. لا كذي لا 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 خلاص خلاص خولنا. شلونك؟ هلا بالحبيب، امورك طيبه؟ رب لك الحمد. اول شيء مشكور على وقتك. انت اللي مشكور، ومشكور انك بتشرح لنا وبتعلمنا وبتفهمنا، ومعنى ثاني بتخلينا شويه نصير واقعيين مع الازمه. يا رب. دكتور شنو قاعد يصير او شنو نظرتك حق مشروع المشاريع الصغيره ومستقبلهم حاليا؟ زين خلينا نبدا اول شيء من البدايه. اول شيء بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، جزاك الله خير على الدعوه، على البرنامج الطيب، على الجهود هذه. واحد احب اقول حق الناس حاولت فيني من اول يوم. طيب والله صدق انا ما بغيتك في الصح. حسيت الكلام ما منه فايده بالبدايه، الكلام ما منه فايده. بس من كثر ما جتني اتصالات وجتني مكالمات وجتني هذا، قلت الواحد واجب عليه يبذل السبب ويعطي وجهه نظره في الموضوع. فقبل لا اتحكى وقبل لا اقول اي شيء، انا اليوم لما اتكلم ما قاعد احكى من ناحيه اكاديميه بس، ولا قاعد احكى من كتب. اللي يعرفني يدري ان انا عندي شويه علاقات مع ناس في هذا المجال، وراح اقول وجهه نظري. وجهه نظري يمكن تخالف وايد ناس، وجهه نظري يمكن وايد ناس ما سمعوها، بس اعتقد احنا في المرحله هذه الكلام هذا لازم يسمع، وحتى لو ما عجب مجموعه من الناس او شريحه من الناس على الاقل ينحط في عين الاعتبار. ينحط في عين الاعتبار الرساله اللي بوصلها، وقلت لك اياها قبل شوي، بريبير فور ذا وورست هوب فور ذا بيست. خليك مستعد حق اسوء الاحتمالات واطمح حق الافضل. فهذا اللي بقوله. ابدا ولا توكل على زين. قبل لا ندش على المشاريع الصغيره والمتوسطه، احنا خلينا نحكي اليوم احنا الازمه اللي احنا نمر فيها ازمه شنو. احنا مثل ما انتم عارفين كورونا، ما راح افصل فيه شنو كورونا وش اللي قاعد يصير، بنحكي عن انعكاساته الاقتصاديه. فاحنا اليوم في ازمه اقتصاديه ما مر فيها العالم تاريخه، مو موجوده باي كتاب ولا اي تاريخ ولا هذا، ولا مره مر في العالم ان العالم مشلول. العالم الناس قاعده بيوتها، مصانع واقفه. قبل اكلمك قاعد اقرا تقرير، 80 دوله قدمة طلب حق صندوق النقد الدولي تطلب مساعده، 80 دوله. فاليوم اللي متضرر مو مشروع صغير، هو من اصغر مشروع الى اكبر دول. 80 دوله قاعد تحكي عن تقريبا نص دول العالم. والجديد في الازمه هذه ان احنا ما نعرف حجمها ولا نعرف مداها. شو المشكله لما احنا ما نعرف مده الازمه ولا نعرف شنو تاثيرها؟ صعب واحد او مو صعب، مستحيل احد يقول لك هذا الحل. مستحيل احد في الدنيا يقول لك هذا الحل. زين بي واحد بيقول زين الدوله هذه سوت كذي، الدوله الفلانيه سوت كذي. دول اليوم قاعد تحاول، لان العالم قاعد ينهار. العالم قاعد ينهار. خلينا نتفق من اول شيء، خلينا نتفق البدايه، كل دوله او كل اقتصاد لا طبيعته ولا خصوصيته. صحيح. واليوم اللي قاعد يواجه العالم
ما شيء ما شافه من قبل ولا اي شيء قاعد يسوونه اليوم راح يقدم حل. لكن كل اللي قاعد يسوونه قاعد يحاولون يقدموا ثلاث رسائل، يشترون وقت، يطمنون الناس، و لعل وعسى يخففوا من اضرار الازمه عشان ما تحوش البنوك، لان من تحوش البنوك الازمه راح ينهار الاقتصاد في اي دوله في العالم. صحيح. وقبل ادش في المشاريع الصغيره والمتوسطه، ليش البنوك بالذات هي دومين افكت؟ اذا المشروع الصغير ما دفع اجاره حق العماره اللي هو فيها، العماره ماخذه تمويل من البنك، فالعماره ما راح تدفع حق البنك، فالبنك في عنده قروض راح توقف. فالدولة عشان تنقذ البنوك مثل ما صار في 2008 التكلفة مالتها وايد عالية، فالناس كلها اليوم كل الجهود اللي قاعد تسويها اليوم قاعد تحاول انه ما توصل أزمة حق البنوك. زين، نسأل سؤال من ناحية ثانية، هل اللي قاعد يسوونه قاعد يقدم حل حق المشاريع الصغيرة المتوسطة؟ أكيد لا، أكيد لا. فخلنا نبدأ من البداية، خلنا نبدأ عندنا في الكويت، خلنا نبدأ عندنا في الكويت. ما في خلاف ان المشاريع الصغيرة المتوسطة اليوم واقفة، بس مو بس هي، حتى الشركات اللي في البورصه، حتى الشركات الكبيره، حتى اكبر مجمعات. فالتاثير مو هو بس على المشاريع الصغيره المتوسطه. لما تيجي مجموعه مثل مجموعه شايع تقول لك احنا واقف عندنا وبدينا نفنش، فالازمه متاثر فيها الكل من الصغير الى الكبير. انزين، شنو نتعامل مع الازمه اليوم؟ فقبل ادش في الموضوع هذا، اللي يبي تفاصيل زياده على الازمه في فويس انا دزيته 10 دقائق موجود في تويتر يفصل زياده في الازمه بشكل عام. بس بركز اليوم على المشاريع الصغيره المتوسطه. اليوم الازمه واضح ان القطاع كله مشلول وماكو حلول جديه، وفوق هذا الحكومه قالت بطريقه غير مباشره ان ما في تعويضات. الحل اللي موجود قدامنا اليوم ان احنا راح نوفر تسهيلات من ناحيه معاشات الكويتيين وتسهيلات بنكيه من ناحيه قروض. فاليوم لازم نوقف خطوه ورا. شنو مطلوب من كل مشروع صغير قبل أن تحكي على الحلول؟ أنت أبو خليفة، لما واحد يفتح مشروع قبل الأزمة شنو المطلوب منه؟ فلوس، فكرة، فلوس ومكان. أي واحد يبي يسوي مشروع يبي فلوس. صح. فالفكرة من أي مشروع إن الواحد يكون ربحان. صحيح. يكون ربحان سواء بالأزمة ولا قبل الأزمة. إحنا قبل الأزمة عندنا لازم نعرف إن إحنا كنا ندري إن عندنا تضخم أو كان في عندنا بابل في المشاريع الصغيرة المتوسطة. لأسباب سياسية أو غيره. صح. وكان عندنا وايد مشاريع كانت متعثرة من قبل الأزمة. فلما نتكلم عن المشاريع الصغيرة المتوسطة، أفضل طريقة عشان قبل أكمل الموضوع، اللي بقوله اليوم هو وصف للحالة اللي إحنا عايشينها اليوم. هو ما هو حل، ما هو حل، بس أنا لازم نعرف إحنا شنو وضعنا اليوم عشان نعالج المشكلة اللي إحنا فيها. المشكلة اللي عندنا إحنا لما تعتبر المشاريع الصغيرة المتوسطة ما هم واحد، ولا هم شريحة واحدة، ولا هم مجموعة واحدة، ولا في حل سحري حقهم كلهم، ولا نوع واحد كلهم، كل واحد ولا لا. كل واحد لا طبيب نقدر نفصلهم. حتى لما تيجي تفصل، لما تقول لي مطعم، في مطاعم صغيرة، في مطاعم توسط، في مطاعم فيها قاعدة، في مطاعم بيس اند ديليفري، في مطاعم يملكها شخص واحد، مطاعم في سلسلة مجموعة مطاعم. فما في حل سحري لما نقول مشاريع صغيرة متوسطة هم مو مجموعة واحدة. حلو. لكن مشاكلهم نقدر نحطها مجاميع، ومشاكلهم مو واحده، ومشاكلهم مو واحده. ما الحين نقدر أعطيك... قولي الحين مشاكلهم مو واحده. فرضا واحد زين في التسويق وزين في الماركتنج، يمكن مشكلته في المحاسبه. واحد زين في المحاسبه وزين في الباك اند، يمكن مشكلته في التسويق. فما في حل سحري حق كل المشاريع. اللي انا اللي بقوله اليوم، صاحب المشروع هو الوحيد اللي يقدر يساعد روحه اليوم. ما حد يقدر يساعدك اذا انت ما ساعدت روحك. فقبل قبل لا نبدا بالشرح، لازم نبدا باساسيات عشان نكون على 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 بيس واحد. هدف اي مشروع انه يكون ربحان. ربحان صح. وهدف والمشروع لازم يكون ربحان قبل الازمه وبعد الازمه. صح. صاحب المشروع لازم يكون عارف ايش قاعد يسوي وشنو هدفه من هذا المشروع، وشنو نموذج العمل اللي قاعد يشتغل فيه. صح. وشنو نقاط قوته وشنو نقاط ضعفه. وزائد هذا بالوضع الحالي، زائد ان الحكومه قالت الوضع طبيعي. هذا الحين هذا بالوضع الطبيعي. الحين قبل أندش بالازمه هذا. قبل الحين في اي عالم، في اي دوله، انت بتسوي مشروع لازم عارف شنو قاعد تسوي. صح. وهدفك تربح. صح. وعارف شنو نقاط قوتك وشنو نقاط ضعفك، وتستمر بالزين وتحاول تعدل الشغلات اللي مو زينه. احنا لازم نعرف ان عندنا جاب في هذه المشكله. الناس كانت تتساهل في وايد امور لان الامور كانت ماشيه.
لما تكون انت ربحان ما تحاول تركز انا ضعيف هني وضعيف هني، ماشي الامور، فليش اتعب روحي؟ فالحين النقطه الاولى قبل لا ندش في الازمه، قبل لا ندش في المشكله، قبل لا ندش احنا شنو المفروض نسوي اليوم؟ افضل طريقه نقسم فيها المشاريع الصغيره المتوسطه الى نوعين، نوع كان ربحان قبل الازمه ونوع كان خسران. زين اللي كان خسران نوعين واللي كان ربحان نوعين. اللي كان خسران واحد توه بادي وما مدى يسوي شيء، او مشروعه يحتاج استثمار طويل وهذا نتعامل وياه بطريقه خاصه. النوع الثاني اللي هو سوى اللي عليه كله بس مشروعه ما كان ماشي من قبل الازمه. حلو، بركز على هذول النوعين برجع لهم بعد شوي. حلو، النوع الربحان مقسمهم الى نوعين. حلو. نوع ربحان قبل الازمه والازمه زادت قوته، هذا بالسليم. هذا بالسليم بعطيه بنتحكي عنه دقيقه واحده بس اموره هذا بالسليم ما نحاتي. حلو. واحد شغال اونلاين مبيعاته كلها اونلاين وزاد عليه طلب في الازمه هذه، فهذا ما نحاتي الحين، هذا مو هذه الشريحه اللي قاعد نحكي عنها. انزين، وفي شريحه اللي كان هذا كم خلينا نفت يعني أقل شيء هذا راح نرجع لهم بعد ما نروح من الخسرانين. حلو. الحين احنا قسمنا المشاريع صغيرة متوسطة الى اربع انواع. قبل الازمة، صارت الازمة اليوم. في البداية الناس كان حسبها لها اسبوعين والامور ترجع الى طبيعتها مثل دقمة اون اوف. اسبوعين نقعد بالبيت. وبعد اول شيء كانت في البداية مو حظر، قبل الحظر كان ان احنا عطلوا دوامات، هذه البداية. عبارة نفس الشيء، عطلنا دوام اسبوعين بالرد طبيعي. معاملاتك بعد اسبوعين تكمل. لا طبيعي، كل اللي بنسوي نفس الشيء. إيه. الاسبوعين زادت اسبوعين ثانيين في البيت، اسبوعين ثانيين الحين احنا عايشين بالاسبوع الثالث. واحنا ما ادري متى بتخلص الازمه. انزين، شلون نتعامل مع المشكله هذه من ناحيه اقتصاديه اليوم؟ إيه. النقطه الاولى حق كل اربع انواع مشاريع اللي كنت تسويه قبل انسى. انتهى. احنا قاعد نتعامل مع واقع مختلف، ظروف مختلفة، طبيعة مختلفة، وفوق هذا عقب ما تنتهي الأزمة ما راح ترجع مثل ما كان. أعطيك مثال. الحين أنا كان عندي نادي، والنادي كان الحمد لله شغال قبل الأزمة، وكنت ماشي 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 أموري سليمة. جت الحكومة وقفت المشروع مالي. عقب الأزمة لما يرجع الوضع إن شاء الله يرجع طبيعي، الأندية كلها راح ترجع. ايه اوكي، اعطي مثال اوضح. شركه سينما كان شركه مدرجه بالبورصه، بيوم وليله قالوا سينما ما في تباعد اجتماعي، ممنوع الناس هذا ينتقل عدوى، حتى لما ينتهي كورونا او يخف الاثر ماله، هل راح نرجع نروح سينما مره ثانيه او راح نروح المطاعم اللي في المجمعات بنفس النسبه؟ هذا سؤالك. انا سؤالي يمكن ما نروح اصلا، يمكن انا في احتمال في بعض الامور ما راح ترجع. انت تحب السفر، راح نرجع نسافر قريب. تدري مساء لما كنت قاعد اكلمك التليفون كنت بعطيك هالمثال، قلت لك يعني في خطوط يمكن تتكنسل، ما من دبي الى مثلا البرازيل مو خلاص ما منه فايده. مثال يعجبك، واحد عنده سفريات ومشروعه كان ماشي قبل الازمه. لو بيشتغل بنفس الطريقه اللي كان يتعامل فيها قبل الازمه، هو مو بيد الظروف، هو لا راح يفتح الطيران ولا راح يفتح الخطوط ولا راح يخلي الكروزات ترجع. وحنا قاعد نتحكي على اندستري، ممكن الكروز يفلس، يمكن هيلتون يفلس، ممكن طيران يفلس. فاحنا لازم تعرف ان انت قاعد تتعامل في عالم جديد، عالم مختلف. صح. والمشكله ان متغيرات مو بيدنا. صح. وكل ما طول الوقت كل ما يختلف زياده، كثر ما يطول وقت كثر ما انت قاعد تحرق فلوس، كثر ما راح تغير، التغيير راح يكون اكثر. كثر ما انت لما تبدا تشتغل مره ثانيه، الناس اللي تعاملوا وياهم ممكن مختلفين، ممكن طيران يكون مختلف، ممكن سبلاير المطعم يكون مختلف، ممكن سبلاير النادي يكون مختلف. الكواليتي تغيير اشوفه مو بس بالكويت، تغيير احنا حتى بالعالم كله. طيب قاعد يقطع وياي ولا
خفيف قطع بس من اوكي. زين خلينا نرجع على الاربع مزامير. زين انا شنو نصيحتي حق كل مجموعه؟ انا الحين قلنا ما نقدر نقول نصيحه واحده حق كل المشاريع. بننصح يعني ولا حتى كل مجموعه كل واحد طبيعته مختلفه. فالنصيحه الاولى اول شيء ما حد يقدر يساعد اي مشروع الا اذا انت ساعدت روحك. اذا انت بتعتمد على واحد من برا يساعدك او دعم حكومي او غيره انت قاعد تراهن على مجهول قاعد تراهن على مجهول. واحنا قاعد نعيش في عالم عدم اليقين فيه عالي. لما يكون عدم اليقين فيه عالي معناته الناس ما راح تصرف، الحكومات ما راح تصرف. حتى عقب ما نطلع من البيت اذا انا ما ادري ايش راح يصير هذه الازمه بترجع ولا لا. انا اعطيك مثال، واحد كان ناوي يبني بيت وقالوا لنا يبغى ردوا الدوام بس ممكن والحياه ترد طبيعي بس في احتمال انه في موجه ثانيه من الكورونا، اللي راح يبني بيت راح يبني؟ لا مستحيل، ما راح طق مسمار لانه ايه صح. اللي بيشتري سياره بيشتري؟ لا. فلما يكون عدم اليقين عالي انا مو عارف شنو بيصير، مصاريف الانسان والدول والهذا راح تكون اقل. انزين بس فوق هذا الدول الحين الكورونا استنزف الدول من ناحيه صحيه. احنا ما قاعد نسولف عن ايش كثر الدوله قاعد تصرف على الناس في العلاج وفي الاجلاء وفي غيره. العالم كله راح يكون مستهلك من ناحيه ان الفلوس شح بالسيوله في العالم كله. كثر ما طول المده قبل كان عندنا امل ان المده تكون قصيره ترد طبيعي يوم عن يوم. نفس اللي تقلتها اون اوف. اي اون اوف. هذا انا اون اوف الحين ما في اون اوف. زي شنو اسوي انا الحين لما يكون عمليين انا صاحب مشروع وابي شو اسوي الحين؟ بروح حق الناس اللي كانت خسرانه من قبل. خسرانه، انت مشروعك خسران من قبل. لازم تكون مقتنع ان انت بتغير شيء من اللي كنت تسويه قبل عشان تربح. انا كان عندي مشروع ايا كان شنو المشروع وكان خسران وكنت اراهن ان في 2020 هذه السنه الذهبيه اللي راح تصير نقطه تحول في مشروعي. اليوم كنا في اجماع ان 2020 من اسوء السنوات الاقتصاديه في العالم. فانت الحين شنو اللي راح تغيره في مشروعك عشان تكمل؟ يعني نفرض ناخذها بالارقام، انا كنت اخسر بالشهر 1000 دينار اساس تؤدي العزمه هذه. انا احتاج 3-4-5-6 اشهر فراح اخسر فيها مو 1000 دينار، راح اخسر 3-4-5000. لما قاعد اخسر شيء الحين مشروع واقف صحيح. اذا انا صرفت ال 15000 دينار هذه شنو عقب ما ترجع الازمه شنو اللي بيتغير عندي ورد للربحيه؟ اعيدها بصوره ثانيه، انا كان عندي مطعم. المطعم كان يدخل لي، كان خسران وهذا بالظروف الطبيعيه. وانا الحين لا الا بكمل. فانا الحين لازم ادفع الاجارات وادفع حق العمال وعندي عندي عندي شيء عندي كوست. ففوق الخساره اللي كنت خسرها راح ادفع زياده عشان اقعد المده هذه سرفايف من جيبي. حتى لو مو من جيبك، الحل الثاني انت تتسلف والمديونيه راح تكون على الشركه او عليك. فراح يعدي الوقت ولا تقدر انت تسكر، راح تصير مشكله اكبر. فالحين انا عشان اقط ال 10000 او اتسلف من البنك هذا المبلغ شنو انا شايف قدام؟ شنو الشغلات التغييرات الجذريه اللي بسويها انا ما كانت موجوده عندي قبل وتخليني اكمل قدام؟ حلو. فشو الحل؟ احنا قاعد نحكي على مطعم او نحكي على نادي او نحكي على هوم بزنس او نحكي عن اي بزنس كان موجود قبل. شنو الحل؟ اذا انا بمشي بنفس الطريقه اللي كنت ماشي فيها قبل، اينشتاين يقول ما يصير نحل المشكله بنفس العقول اللي سوتها. فانا ما في شيء من السماء راح ينزل يغير المشروع اللي انا ماشي فيه. وهذا الخيار اللي قدام هذا المشروع قدامه ثلاث خيارات اليوم، قدامه انه يسكر وهو راح يوفر ال 10000 دينار هذه اللي كان بحطها او 15000 عشان يكمل. عنده حل ثاني انه هو يقلص المصاريف مالته بطريقه معينه، يندمج ويا واحد ثاني، يتشارك ويا واحد ثاني، يدخل شريك جديد،
يتنازل عن بعض الامور اللي هو كان عنده اياها. الحل الثالث هو وايد صعب الحين، انه هو يبيع المشروع. واليوم انت البيع اللي عندك تسويه ممكن الهدف ماله ان انت تسكر مديونيه اللي كانت عليك. في بعض المشاريع مخلى من الصندوق في 50,000 او 60,000 او 80,000 او 300,000. فانت لما تشيل الكوست هذا عليك، هذا انت تكون على الاقل طلعت من الازمه باقل الخسائر. شنو احسن حل حق المشاريع اليوم؟ ما في حل واحد يصلح كل الناس، كل مشروع له طبيعته مختلفه وكل واحد ادرى في مشروعه. من هالثلاث شنو؟ من هالثلاث حلول. اي لان هذول المشاريع قدامهم ان انت تكمل، مو خيار. ان انت تكمل مو خيار. اذا انا ما عندي اي طريقه، في بعض المشاريع ما تقدر تغير. انا اعطيك مثال، واحد كان يشتغل في المقاولات وكان امله ان المطلع تفتح اساس انه هو يفتح سكيل جديد في المطلع. صحيح. اليوم 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 هذا شنو الخيار اللي قدامه؟ كان خسران قبل الازمه، اليوم هو واقف اساس يكمل. اليوم عنده كوس عمال او غيره، وهذول بشر لازم تعاملهم، لازم نعاملهم كبشر. لهم حقوق علينا. ما يصير ان انا اقول له يبا انت خلاص اليوم مالك معاش، يقول لما يرجع الشغل وارجع تعال انت حاسب نفتح صفحه جديده. يعني صح انت بتلزم يا طريقه معينه من ناحيه شرعيه ومن ناحيه انسانيه. يا تسكر يا تشوف حل تعطيه حقه. تعطيه حقه. زين. في بعض الشركات سووا كذي، ترى انت ذكرته اتوقع انك عارف الموضوع. فيرجن ايرلاينز مثلا قال لهم كم 6 اسابيع ولا 8 اسابيع اجازه بدون راتب. انا زي ما قال فيرجن ايرلاينز عقب 8 اسابيع اذا ما ردت الازمه شو يسوي؟ ردت لكم 8 مره ثانيه. واذا ما واذا ما صار يفنشهم. هذا شيء. الحين في بعض الحلول، في بعض الحلول تقول ان احنا ندفع اجارات احد يدعمنا 3 اشهر، وبعد 3 اشهر ان شاء الله الامور ترجع لطبيعتها اون مره ثانيه ونرجع ربحيه مره ثانيه. المشكله ان هي مو 3 اشهر واحنا راح نرجع مره ثانيه الى العالم اللي كنا عايشين فيه قبل. احنا راح ندش في عالم جديد وما ندري 3 اشهر وبس. الحين انا عشان اكمل لازم ادري ان انا عندي بالحساب البنك او اقدر اتسلف المبلغ اللي يعيشني شهر شهرين ثلاثه اربعه. صحيح. شلون انا اعرف، شلون انا اعرف مصاريفي؟ هذه نقطه نسيناها. زين ابو خليفه، انت عندك مشروع، المشروع مالك كان ربحان سفريات. حلو. سفريات. انت عشان تظل بعد الازمه ترى تشتغل، تحتاج ان انت تدفع اجارات، تحتاج ان تدفع حق موظفين، وعندك كوست معين. الخطوه الاولى لازم تعرف انت شنو كنت تسوي قبل. شنو تكاليفك؟ شنو مبيعاتك؟ شنو نقاط قوتك؟ شنو نقاط ضعفك؟ شنو لازم تسوي عشان توصل لبريك ايفن بوينت؟ زين اسال نفسي، انا عندي الحمل ان انا استحمل مده شهر، مده 3 اشهر، مده 6 اشهر. وجهه نظرك انت تشوف الازمه ايش كثر مطوله. ما حد يدري، لا انا ادري ولا انت تدري. صاحب المشروع نفسه يسال روحه. انا في الموضوع حالي في القطاع اللي انا قاعد اشتغل فيه ايش كثر يبي لي عشان انا ارجع؟ في بعض القطاعات ممكن انه من يرجع الموضوع طبيعي ان شاء الله الحظر ونرجع ان شاء الله حياتنا طبيعيه ممكن ترد على طول. صح. ناخذ مثال الدليفري، توصيل الاكل دليفري. من اول شغلات راح يرجع ينتعش مره ثانيه. صحيح. بس لما ينتعش نفس القطاع مطعم بس قاعده في مجمع ما ندري. صح. ما ندري. المشكله مو بالقطاع نفسه، يعني المشكله يعتمد على طبيعه المشروع، على خبرتي انا في هذا المشروع. صحيح. زين اذا بنتكلم عن، احنا الحين حطيناهم اربع انواع واتفقنا ان اربعتهم سواء ربحان من قبل خسران من قبل الحين قاعد تربح الحين قاعد تخسر، اربعتهم الحين عندهم واحد من ثلاث خيارات. لا لا الحين قاعد اركز على نوع الخسران. نوع الخسران اللي كان خسران، نوع الخسران قدامه ثلاث خيارات. اي هذا لازم like you have to fight to continue. لازم يسوي تغيير جذري. اوكي. شيء ما كان يسويه قبل، يعني يغير البزنس موديل ماله مره واحده. يعني انت خسران قبل، تبي تكمل، شلون راح تربح؟ شنو التغيير اللي بتسويه عشان تربح؟ وهذا تحدي كبير، يعني مو تحدي صغير. لازم الموضوع هذا له. والله ما احنا مشكله ما عندنا ارقام، مشكله ما عندنا ارقام بس وايد. وايد. وايد 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 مشكله وايد وايد وايد.
يعني احنا نتحكى اللي كان عنده نادي مو ماشي، اللي كان عنده مطعم مو ماشي، اللي كان عنده قهوه مو ماشيه. وعندنا عندنا قطاعات نتحكى بالتركيز، عندنا قطاعات متاثره حيل يعني حيل يعني انت مو قادر تعيش. فانا عشان اكمل احتاج 5000 او 10000 او 20000 مينيمم. هل انا اليوم احسن احط الفلوس هذه في هذا المشروع او اخشهم وبعد الازمه استثمرهم في مشروع ثاني قدام؟ حلو. هذا النوع اللي كان خسران ولا زال كان خسران وما كان يشوف الربحيه. نروح حق النوع الثاني اللي كان خسران بس كان توه بادي. حلو. اللي هو فرضا واحد توه مبلش ابلكيشن ما راح يربح على طول، صح؟ او واحد توه فاتح مطعم او واحد توه فاتح نادي ما شاف الربحيه، ما بس هو قدامه كان انا 3 اشهر قدام وراح اربح، 4 اشهر قدام وراح اربح. النقطه الاولى لازم اراجع دراسته، راجع وضعه، هل انا اللي كنت اشوفه للحين موجود ولا لا؟ هل الحين في شيء اقدر اسويه اغير احسن من الوضع اللي انا فيه ولا لا؟ هل في كوست عندي عالي انا بديت وخذيت لي دور كامل الحين احتاج غرفه في كووركينج سبيس؟ هل انا كنت موقع ويا ماركتنج ايجنسي عالي واقدر اقص الكوست الحين؟ فهذا لازم يراجع وضعه، بس عنده مجال انه يكمل اكثر، بس لازم يكون يتعامل مع معطيات جديه اليوم. يغير وضعه شو؟ اي صوتي انا صار عندي صدى. تبي استغفر رد البس مره ثانيه في صدى. يلا توكل. خلي بدون سماعاتك. اي مو مشكله عادي ريحك. لا اسمعك ترى واضح. زين النوع اللي كان ربحان اليوم وضعه سيء. حلو. لازم يعرف نقطه. لازم يعرف نقطه. اللي قلناها اكثر من مره بعيده ان الحين الموضوع لما يرجع ما راح يكون سويتش اون على طول. فانت العمال مو كلهم تحتاجهم، ولا الكوست اللي عندك كلها تحتاجه، ولا كل الافرع اللي عندك اياها يمكن تحتاجها. صحيح. والتحدي راح يكون اكبر اذا كنت في بعض القطاعات اللي انت اليوم ممكن ما ترجع. اللي فيها 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 اختلاط كبير او فيها خلينا ناخذ مثال القطاعين اللي ممكن حيل متاثرين اللي هم السياحه والسفر والانديه. ايه ان في ناس يروحون يردون. فهذا لازم يدري انه هو يعني في قطاعات راح ترجع غير عن القطاعات الثانيه. سرعتها يعني او ان مدى قابليتها للرجوع او المخاطره اللي موجوده اليوم مختلفه عاليه. صحيح. بس كلهم اليوم لازم يكون عندهم، اذا كان عنده خطه توسع او كان عنده بلان قدام لازم يكون متحفظ حيل كثر ما يقدر، لان اليوم احنا ما ندري شنو بيصير. زين قبل لا تطلب مساعده الحكومه او مساعده شركه او مساعده، لازم انت تساعد روحك قبل لا تاخذ قرض او تدخل شريك او تستحوذ او غيره. لازم تتاكد ان انت اليوم عندك الفونديشن اللي تقدر تخليه يكمل اكبر مده ممكنه. زين النوع الرابع اللي قلت ما راح افصل فيه وايد اللي هو ربحان قبل والحين ربحان زياده. هذا النوع المينيمم. هذا هم عنده مشكله بس مشكلته مختلفه. شلون؟ انت اليوم في بعض الامور احنا قاعد نستخدمها لان احنا مضطرين نستخدمها. ناخذ مثال لما انت تطلب من توصيل او تطلب من تونز او تطلب من استسلة ولا تطلب اي شيء توصيل غصبا علينا نستخدمها اليوم. احنا ما عندك خيار يعني. انت اليوم ما شاء الله اللهم بارك وما عندهم التحدي ان هم يفولون كل يوم طلبات، ما تقدر لا تطلب تقوم بكير وتطلب وهذا. شنو المشكله اللي قدامهم؟ ان هذا اول شيء راح يغري وايد ناس انه يدشون هالمجال. فرض الحين طلبات داش هالمجال، ديليفرو داش هذا المجال، جمعيات تعاونيه داش هذا المجال. تخيل ان العالم عقب يصير جمعيات تعاونيه داشه في هذا المجال وتوصل لك اونلاين. انت لازم تعرف شنو التغيرات اللي صارت بالماركت اللي انت فيه، لان خلال شهر هذا الماركت كله تغير. احنا قاعد ناخذ هذا كاكزامبل حق القطاعات الثانيه. ولازم انت اليوم تحرص على رضا العميل. تخيل انا اليوم نص الازمه
اطلب من واحد من هذول وهو هو الهدف ماله انه يبيع ونسى الخدمه والجوده والامور هذه وصارت لي تجربه سيئه مع هذا الابلكيشن او هذا التطبيق هذا عقب الازمه انسى بعز الازمه اللي انا محتاجه وسوي فيني عقب ايش بيصير فيني ماركات خلاص معينين قاعد اضربهم صح كلام فانا لازم احرص هذا التحدي وياهم الحمد لله امورهم ماشيه اللهم يبارك لهم لكن بس لازم يحرصون خلال هذه الازمه على الكواليتي صح انت الحين ما تحتاج دعايه انت ما تحتاج دعايه ما تحتاج تسويق الناس قاعدين لك محتاجتك صح بس لازم تقدم لهم احسن خدمه لان هذه افضل طريقه ان انت تحافظ عليهم جدا صح بس اذا النوع الثاني تفضل اسال اما اي لا احنا شوف احنا عشان نلخص او مو نلخص عشان نحط نقاط من الاساس حق يلا لخص على الناس الربحانيين بس الناس الربحانيين في ناس ثانيين حسبالهم ان اللي هم خلينا ناخذ مثال مو صجي هذا مثال مو صجي بس مثال اكزامبل صاحب المصنع اللي يبيع كمامات هذا قبل الازمه ما حد يدري عنه صحيح واليوم الله مبارك يبيع مبيعات مو طبيعيه نقيس عليه اللي يبيع منظفات يبيع شغلات صحيه فهو لا يحسب ان هذا الموضوع راح يكمل عقب الازمه لازم يكون واقعي وتعامل مع الازمه هذه وما يكون جشع وياخذها من ناحيه انسانيه بعد صح كلامك احنا بعلق بس على شغله صح كلامك شفت اللي قاعد يصير من الطريقه التقليديه ان انا اشتري بضايع الى الطريقه اللي قاعد تصير الحين سريع وايد لدرجه انه ممكن نتعود عليه ونرتاح ويمكن صدق احنا مع الوقت يمكن ليش اروح الجمعيه اذا اغراض الجمعيه كلها تفصل لي بنص دينار ولا دينار زياده ليش انا اروح هذا فاتعود هذا من ناحيه يمكن ما ادري اي علم اللي يدرس الماركتينج يمكن هذا الشيء الثاني البيج بزنسز مثلا مجموعه مثلا المحلات اللي بلبني شلون راح توصل لي صوتي وش صوتي اوكي ولا لا زين لا زين اوكي اقول لك صدى بصوت خلي انا ما ادري انا لابس شو اسمه للحين مختصين اوكي انا قاعد اسمع صوتي زين دكتور خلنا نطلع عشان يتعدل الصوت ونرجع مره ثانيه اوكي